جملة ما رسمته التقنيات الحديثة وضمان جودة العمل التعليمية وعلى رأسها مثل الماستر إضافة نحن نحضر اليوم إلى الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2024-2025 وهذا على كل الجامعات الجزائرية، حيث أن جامعة قاضي مربح ورقلة يعني بلغ عدد الطلبة ما يقارب 30,000 طالب ما بين ليسانس وماستر، وبينهم يعني 2000 طالب في الدكتوراه. عدد التخصصات بلغ ما يقارب 200 تخصص، وهذا يعني يفتح مجال واسع للطلبة، حيث أنهم سيكون لهم يعني فسحة من الاختيارات. التخصصات الجديدة هي تخصص يعني الشهادة المزدوجة طب مع البيج داتا يعني البيانات الضخمة يعني في الإعلام الآلي. ثانيا تخصص آخر ما بين الطب واقتصاد الصحة، وحيث أنهم سيعني يعطون دفعة إلى الفرد المتخرج لبناء وتوعية كل ما هو محيط به.